السلام عليكم ورحمة الله. أتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. انتم متى تشوفوا هذا الفيديو؟ هذا اللي هو عصير مختلف على الآخر اللي درت قبل. فيه شوية دلاع، عندنا هنا مشماشة، وعندنا خوخة اللي هي بيشة، وعندي هنا طرف ديال الحامض، وعندي هنا شوية لي فروي روج اللي هو الفرامبواز، ومخلط تيكون مكونجلي، شريتوه كونجلي جاهز. غادي ان شاء الله نديروه قول كويا، غنكبو عليه هاد العصير. نتوما ممكن تزيدوا الماء والسكر، انا ما غاداش ندير السكر لان العصير هذا العصير اللي تتباع في العلب. بقى هذا قليا هنا شويه هنا مكونجلي، غادي نكبو وغادي ندوز نوريكم الحامض كيفاش ندير ليه. ما خصش الواحد يطحن الحامض هكا، تنشوف الناس يطحنوا هكا ماشي مزيان، خاص ندوزو نشدوه نديرو له هكا، نحيدو له هاد الزيست، هذا نديرو الزيست بحال الا عندنا هذيك اللي تديروا على سيترونات، نديرو الزيست بحال هكا ونبقاو غاديين. ما نحاولوا ما نلحقوش للجلده البيضاء، نتفاداوها. بعد ما تنحيد هذاك الزيست نحاول نشد هذا، ندير اي شويه القشره، انا ما بغيتش ندير حامض بزاف حتى انا ما دايرهش العصير بزاف على حساب صافي. نحاول ندير غير هاد اللب هذا اللي الوسط، بقات نجبدوه راه تيتجبد بسهوله، واخا حيت هاد المورسو صغير ما بغاش يتجبد، كون كان كبير غادي دغيا يتجبد. انا بغيت ندير اي شويه صافي، حنا كملنا صافي. تلوحو هادي تجي مره وتجي تديرنا العصير ديالنا مر، هادي راه غادي يجي زوين وغادي نديروه هنا ونرجعو معاكم. شوفوا كيف تيجي، راه تيجي زوين، تيجي رائع. نتمنى من الله تجربوه. ولا بغيت تصفيهم من دوك العدوم اللي تيبقاو فيه ديال الفرامبواز ممكن تصفيهم، راهم تيجيو فنين. نتمنى من الله تجربوهم، وراه تيجي رائع هاد الفريز. هادو اقتراحات تنعطيهم للناس اللي يكونوا تقريبا مع هذا درت فيه هذاك الشيء زوين، ونتمنى من الله تجربوه. وإلى الفيديو المقبل إن شاء الله.